ما زلنا معكم أعزائنا المشاهدين نستكمل هذا العرس الديمقراطي والتغطية على مدار الساعة لانتخابات مصر الرئاسية 2018. مراسلنا في كل مكان بنحاول نلف بيكم في الجمهورية كلها ونشوف أخبار الانتخابات إيه. الإقبال طبعا مرضي جدا جدا منذ الساعات الأولى. المرأة المصرية تتصدر المشهد، ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لم يبخلوا أبدا بالأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. لكن احنا في مرحلة تقييم دلوقتي للأربع سنوات اللي فاتت وتوقعاتنا وأملنا في الأربع سنين اللي جايين. بنستكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ كريم البهنسي الخبير الاقتصادي. برحب بيك، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا مشاهدينا. يمكن في الفقرة اللي فاتت كنا برضو بنتكلم عن الاقتصاد وما تم إنجازه من إجراءات على الأرض، وشفنا قد إيه حتى طريقة تعاطي الدولة المصرية لحل المشاكل الاقتصادية اتغيرت وطلعت بقى من باب المسكنات إلى باب الحلول الجذرية. ويمكن اتكلمنا عن موضوع تعويم العملة وضرورته، واتكلمنا عن الإصلاحات الاقتصادية اللي احنا كلنا بنستشعرها. ولكن عايز استكمل كلامي مع حضرتك واقول ماذا قامت به الدولة المصرية في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة. حضرتك ابتديت بنقطة مهمة جدا. الإدارة المصرية خرجت من موضوع المسكنات لعلاج المرض نفسه وليس العرض، تمام. وفي نقطة هامة جدا لازم نتكلم فيها ونبتدي بيها حديثنا برضو، ان احنا مقصرين شوية كإعلام مع الإدارة المصرية، ان هي بتقوم بجزء معين مش لازم تتحمل نفس مسؤولية انها توصل نفس الفكرة دي للناس او المعلومة او ايه اللي هي بتقوم بيه، تمام. ده دورنا وده اللي لازم نشتغل عليه، لان عدم فهم المواطن نفسه ده بيؤدي لمشكلة انه ممكن يعارض مسيرة النمو او التنمية اللي موجودة للإدارة. فاحنا لازم نروح لحتة ان احنا بعدنا عن معالجة العرض واتجهنا لمعالجة المرض بشكل كبير، اللي هو ازاي او مصطلح التنمية المستدامة. التنمية المستدامة ليها شقين في التعريف لازم نعرفهم كويس ونعرف، لان هو ده سياسة الدولة المصرية في الفترة اللي موجودة حاليا. التنمية المستدامة ليها شقين، ليها جانب اقتصادي وجانب اجتماعي، تمام. في البداية الجانب الاقتصادي ليها اللي هو أي خطة تنمية طبيعية أو موجودة هي بتكون عبارة عن إن إحنا أو بنضع خطة تهدف لتحسين الأحوال التعليمية والصحية، قضاء على الفقر وعلى البطالة. ده ممكن يتجه بينا لفكرة المسكنات، أو لو إحنا اتجهنا لهرم الاحتياجات كمصطلح اقتصادي. إحنا في الفترات اللي فاتت من الإدارات المصرية المتعاقبة في العصور اللي فاتت كنا بنبتدي نعالج بقمة الهرم اللي هي الاحتياجات الأساسية بدون النظرة للأساس أو للقاعدة نفسها، على عكس ما هو موجود حاليا داخل الإدارة المصرية. نيجي بقى للجانب الاجتماعي أو التعريف الأصح أو الأدق للتنمية المستدامة، اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو عبارة عن تلبية احتياجات الحاضر مع النظر والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التطور والإنتاج والنمو. يعني إحنا لازم وإحنا بنستهلك أو بنشتغل على مشروع تنموي معين لازم فيه بنكون بننظر للمستقبل وحقية استهلاك الناس من الموارد اللي إحنا بنستهلكها في المجال ده للأجيال القادمة، اللي دايما سيادة الرئيس بيتكلم عنها إن أنا بعمل مشاريع تنموية مستدامة أو العائد بتاعها ممكن يكون بشكل حتى علاج المشكلات اللي هي الحالية أو قمة الهرم بالاحتياجات الأساسية كالغذاء وكالصحة والحاجات دي، لازم يكون علاجنا ليها برضو بشكل مستدام أو بشكل ننظر بيه للمستقبل. يعني مثلا زي مشروع الثروة السمكية اللي حصل في الفترة الأخيرة، احنا لو كنا دايما بنتجه لعلاج المشاكل الغذائية بان احنا دايما بنستورد كمية معينة أو بنعمل حاجة معينة خلاص، تمام. فاحنا لا، ابتدينا عملنا مشكله حتى لو النتائج بتاعتها بدات تبان تدريجيا، ولكن هتبان، ولكن هيبقى في استدامه بقى. خلاص بقى في منتاليتي عند الناس ان خلاص بقى في عندنا انتاج من الثروه السمكيه. نفس التعامل لازم يكون مع مشكله الثروه الداجنه، ان الحل اللي موجود او اللي كان موجود دلوقتي برضو ما ينفعش اللي هو يكون استردنا كميه معينه من الدواجن نزلنا سعرها لفتره معينه، ولكن برضو خلاص هتبتدي تشتغل في نفس الدايره تاني وتبدا تغلى الاسعار ويبدا يكون عندك نفس المشكله. فهو الاتجاه اللي اتجهت فيه الدوله من جانب دعم الصناعه او دعم ان احنا دايما نكون الحرب في العالم دلوقتي او ما عادش المعتدي بالسلاح والقوه الحربيه والقوه السلاحيه دي بقى امر خلاص قديم، بقى المعتدي بيخسر اكتر من المعتدي عليه. صحيح. بقت كل الحروب وكل الصراعات في العالم دلوقتي هي صراعات اقتصاديه ليس اكتر. فده لازم شيء مهم جدا لازم نركز عليه او نوصله للناس ان دايما لازم تفكر في بكره هيحصل ايه،
بكره هيحصل ايه؟ النهارده ده ما يمنعش طبعا ان احنا لازم نبص نظره مستقبليه للناس، لان احنا مش هنحافظ على الاجيال القادمه ونضيع الاجيال اللي موجوده طبعا. لازم يكون في توازن. توازن إيه بس لازم احنا نكون مدركين ان مفيش حاجه مفيش علاج. يعني مثلا خلينا في اتجاه معين من الناس معارض بشكل كبير للاداره المصريه، تمام؟ ممكن يكون هو مش لازم عن شر او عن ان هو عنده اهداف خبيثه ضد الدوله، ممكن يكون شخص وطني جدا، بس هو مش مدرك مش فاهم ايه اللي بيحصل. وواقع تحت ضغط الاصلاحات الاقتصاديه ومزنوق، الاسعار غليت عليه. خلينا ندي مثال بسيط جدا الناس تفهمنا عليه. عفى الله الجميع، مثلا ندي مثال بمدمن المخدرات. في وقت ما بيكون شايف الشخص اللي بيلبي له احتياجاته من الماده نفسها اللي هو جسمه محتاج لها هو احسن شخص في الدنيا. انت محتاج لحاجه معينه وانا بقول لك اتفضل. لو انا جيت وبحاول اساعدك انك تتعالج من مرض الادمان، هكون انا عدوك الاكبر في الحياه. هكون انت شايفني انا العدو الاساسي بتاعك، ولكن على المدى البعيد انت هتفهم. دكتور السنان وهو قاعد بينخور في درسك اكيد مش هتقول له الله عليك، يعني اكيد هتقول له اي وبتألم وبتوجع، بس بعد ما بيخلص العمليه وبيقفل لك درسك بتقول له تسلم ايدك يا دكتور، شكرا انك عالجت لي المشكله حل جذري. واعتقد ان الدوله المصريه ماشيه فيها يعني في هذا الخط، في خط التنميه المستدامه. ليه التنميه المستدامه بقى ضروريه؟ حضراتكم متخيلين، انا هضرب لكم مثل بسيط عشان بس تفهموا ليه ضروري التنميه المستدامه. احنا من سنتين ثلاثه كان كل اللي يسالنا المصريين كام نقول له 70 مليون. فجاه كده وبدون سابق انذار في اللي يحصل اخرانيه اكتشفنا ان احنا 105 وعندنا 10 بره، احنا 115 مليون. يا نهار ابيض، من 70 قاعدين بقى لنا كام سنه بنقول 70 مليون، فجاه بقينا 115. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الرقم ده؟ طب والرقم ده بيزيد قد ايه؟ بيزيد 2 مليون كل سنه. يا نهار ابيض، لا لا ده احنا قدام مشكله حقيقيه، يمكن وهي اكبر مشاكلنا في مصر، الزياده السكانيه التي لا يقابلها زياده في الانتاج. اذا شعب بيفقس 2 مليون بني ادم، وال2 مليون دول على فكره هم تعداد بلد زي سلطنه عمان مثلا ولا الامارات ولا حاجه. خلي بالكم احنا بنفقس دوله جديده كل سنه، يعني العدد عندنا بيزيد كل سنة. إذن فالحلول والمسكنات أصبحت قاتلة خلاص، يعني كان حتما ولا بد أن احنا ناخد نظرة جديدة ونبص للتنمية المستدامة نظرا لأننا شعب بيزيد بأرقام مهولة حضراتكم مش قادرين تتخيلوها. عايز أكلم حضرتك أستاذ كريم يعني عن تقييمك للإصلاحات الاقتصادية اللي تمت في الوقت الأخير، اللي يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن يشوفها المواطن البسيط هو ارتفاع اللي هو مخزون مصر من الدولار في البنك المركزي من حاجة و30 مليار دولار. النهارده بنتكلم مع الدين ال 40 مليار دولار، ده الرقم ده كان قبل الثورة وبعد كده انخفض يمكن بقى 16 مليار 16 مليار ولا 10 مليار، كلام فارغ يعني اللي هم ثروه اي رجل اعمال من الدولارات، وبعد كده النهارده رجعنا تاني لحاجة و40. الحاجة و40 مليار دولار او ارتفاع رصيدنا من المخزون الدولاري في البنك المركزي ماذا يعني لدولة تسعى وتفتح ابوابها للاستثمار امام العالم كله؟ تمام، خلينا نتكلم في نقطه بدايه، اهميه الموارد الماليه او المخزون ده في خطه التنميه الاقتصاديه. تمام، احنا زي ما اتفقنا في التعريف المطلق للتنميه الاقتصاديه او اي خطه تنميه اقتصاديه هي تحسين الاوضاع الاقتصاديه والكلام الطبيعي المعروف بتاع فاحنا يعني ان احنا نطبق ده على ارض الواقع ونكون واقع ملموس، لازم يكون عندك قدره ماليه كبيره، لازم يكون عندك موارد ماليه، لازم يكون عندك ثقه للمستثمر ان انت دوله عندها فائض، ان انت يعني مثلا النظام المصرفي السويسري قايم كله على الثقه على الامان، فده جزء كبير جدا من العامل النفسي للمستثمر ان يكون دوله ارقامها الاقتصاديه ارقام مبشره، حتى لو ده ممكن يكون بشكل ورقي او بشكل روتيني، بس في النهايه اي مستثمر ما بياخد قرار انه يدخل في مشروع معين او يدخل في دوله معينه، بنتكلم على الاستثمار الخارجي بشكل اكبر، في بدايته بيبتدي بالعامل النفسي ان انا ببدا اشوف ارقام الدوله دي، ببتدي ممكن يكون هو على ارض الواقع في دوله ارقامها الاقتصاديه قليله جدا، هيكون هيشتغل مثلا على في قطاع المواد الغذائيه اللي بنعتبره من الاسهم الدفاعيه في معظم الدول حتى لو الدول اللي فيها حروب وفيها مشاكل، وهيحقق ارباح، بس في النهايه في عامل نفسي بيديله عامل خوف. يعني في البدايه انا باجي اشوف دوله مخزونها النقدي بينخفض، عندها مشاكل سياسيه، عندها مشاكل اقتصاديه، ممكن اكون انا احقق ارباح في مشروع معين او في قطاع معين ولكن انا بتراجع، فاحنا في ريسك
لازم اتعامل مع الجانب النفسي. الامور دي ممكن نقول طب انا استفدت ايه من الغطاء النقدي بتاعك بقى شكل كبير؟ لا طبعا بيأثر على مخزون العمله، اللي انت دوله لسه متجه ان انت دوله مستهلكه بشكل اكبر، فانت عندك وفره. يعني ازمه الدولار اللي موجوده دلوقتي زي او ما عندناش ازمه اصلا تقريبا، الدولار ما عادش حد انت بتدخل اماكن يقول لك مع اصلا ما بشتريش دولار، يقول لك ما بشتريش دولار. يعني انت بتوصل في اماكن معينه ان يقول لك ما بشتريش دولار، مش عايز. تمام صحيح. فلازم نتجه او نهتم بالحاجات دي ونشوف ان ليها فايده جدا الارقام الاقتصاديه. ما ينفعش انا اقول انا استفدت ايه من كذا، انا استفدت ايه من تقييم صندوق النقد الدولي، انا استفدت. لا، انت بتستفاد ان انت انت عندك نقطه مهمه جدا. انت في العوامل اللي فاتت القصيره، فتره الرئاسه اللي فاتت، انت عندك الاستثمار المباشر، يعني مش التجهيزات، زاد بنسبه حوالي 14 15% بالارقام. فاحنا لازم نهتم بالجانب ده ونعرف اهميه الارقام دي. احنا كمان عايزين نلفت النظر لحاجه مهمه جدا، فكره ارتفاع مخزون النقد الدولاري او النقد العمله الصعبه داخل البنك المركزي. ده اكبر دعوه للمستثمر ليجي. ليه بقى حضرتك؟ المستثمر لما بيجي بالدولارات بتاعته ويحطها في مصر كده ويفرض له مصنع ولا يفرض له مشروع، هو لما هيجي يكسب من مصر هيبيع لك انت المنتج بالجنيه، وهيبيع لك المنتج بجنيه وياخد منك جنيه. لكن اهم حاجه عند المستثمر يا فندم ان هو يحول مكسبه للدوله الام بتاعته بالدولار. هو دخل عليك ب $1,000 استثمر بيهم وعمل مصنع، باع لك شويه حاجات بالجنيه، بعد ما كسب منك عايز يحول الفلوس بتاعته للدوله بتاعته مره ثانيه. ما هو الراجل يعني فرع، انتوا عندكم شركات هنا منتجات كتير قوي اجنبيه بتفتح هنا، الناس دي عايزه تحول فلوسها، عايزه تحول ارباحها بالدولار. لازم في هذه اللحظة المستثمر يكون ضامن ان انا ساعة ما ارمي للبنك المركزي او البنك المصري اديله الجنيه ارباحي يديني دولار، او ماخد الدولار ده محوله للشركة الام، تقوم الشركة الام تستثمر عندي كمان وكمان وكمان وتشغل ناس اكبر واكتر. اذا ارتفاع مخزون الدولار في البنك المركزي بيصب بشكل مباشر في الاستثمار. واعتقد ان في حاجات كتير كمان غير النظره اللي حضرتك قلتها واللي انا قلتها. طبعا في امور كتير، بس احنا اهتمينا بالجانب، يعني هو الخطوه الاولى العامل النفسي اللي اتكلمنا فيه المستثمر، او الامان اللي حضرتك اتكلمت عنه وفسرته بشكل اوضح، هو ده الخطوه الاولى. انا لو خليت يعني او دفعت المستثمر انه ياخد الخطوه الاولى للاستثمار، فانا خلاص ابتديت على الطريق. لا، وعكس ما الناس كلها متوقعه وبتتكلم في مشاريع، هي المشكله ايه؟ المشكله ان انا عندي جسد انسان او جسم اي حد عنده مشاكل كتير. تمام، فانا عنده مشكله مثلا في ايده وعنده مشكله في رجله، فانا بعالج مشكله ايده، في مشكله اتحلت، فبتيجي المكان او الجزء الثاني او الفرد اللي لسه ما وصلناش لحل مشكلته بيبتدي يتكلم او عنده مشكله. انتوا ما بتعملوش حاجه، انت ما بتعملش حاجه. لا، يعني اما تيجي تتكلم مثلا عن حوالي ما يقرب من 25,000 وحده سكنيه لقطين العشوائيات والاماكن اللي كان فيها اجرام وكان فيها مشاكل كتير والشخص اللي عنده اصلا عداوه للوطن لحاجه انت مش مسؤول عنها كاداره حاليا، دي تراكمات قديمه من عدم رقابه، بتدفع الفاتوره القديمه. ففي النهايه انا جزء من الجسد ده انا عالجته بشكل مباشر. لو انت مثلا في قطاع تاني مثلا زي التعليم، انا لسه ما جيت لك، بس انا بحل، مش خالص، بس صحيح. انا بحل، يعني انا بحل. انا عشان اوصل لك لازم اسس لك الشخص اللي هيجي لك في التعليم. الناس بتنتقد احنا ليه بقى بنوجهش. طب انا عندي طالب وهو مثلا خارج عنده مشاكل اسريه بسبب السكن، عنده مشاكل عشان والده، عنده بسبب ظروف اجتماعيه، او كان عنده محبوس، عنده مشاكل، عنده اي حاجه، ومدهولك المدرسه جعان ما افطرش، وانا مخلي لك التعليم ده سيستم تعليم 100 100 100، ولا عمرك هتاخد منه حاجة. انا ببتدي باهل لك المتلقي عشان لما يجي لك حتى لو هتاخد منه ناتج افضل على نفس مستوى التعليم اللي موجود. واحنا مش هندعي يعني ونقول ان مصر في يعني في الاربع سنين اللي فاتت كان في اصلاحات اقتصاديه، طبعا كلنا شفناها، كان في اصلاحات في مجال البنيه التحتيه كلنا شفناها ونشهد بيها، واللي ما شافش من الغربال يبقى اعمى. لكن في ملفات لسه ما زلنا بنشتكي منها، التعليم ما حدش مد ايده فيه، خلينا صراحه كده، رغم ان في بعض المحاولات كده، بس برضه في مجال ان احنا تسيير الاعمال. ولكن اللي عجبني في الموضوع تصريحات شريف اسماعيل، السيد شريف اسماعيل رئيس الوزراء، لما كان بيتكلم عن الحالة الانتخابية والأداء الانتخابي في مصر 2018 وكده، قام اتكلم وقايل توقعوا ان الاربع سنين اللي جايين ملف التعليم هيتفتح. تعرفوا كده ان ملف التعليم لسه ما اتفتحش اساسا. اعتقد ان ملف التعليم هيحظى، وملف الصحة، واتكلم على الملفين دول، التعليم والصحة، في الفترة المقبلة هيحظوا باهتمام كبير جدا من الدولة، ويمكن تحصل فيهم
تطورات ثورية زي اللي حصلت في الطرق كده وزي اللي حصلت في الاقتصاد. برجع لحضرتك أستاذي الكريم كريم البهنسي الخبير الاقتصادي، ونتكلم ونقول يعني انعكاس حالة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر. طبعا انا بتكلم عن استقرار امني، احنا في استقرار امني، يعني احنا اذا كان حتى مشاكلنا الامنيه كلها في منطقه سيناء اللي ما زلنا لسه ما مدناش ايدنا فيها في الاستثمار، لكن في 99.9 من ربوع مصر عندنا استقرار امني، وفي حاله من الاستقرار السياسي طبعا، يعني احنا هادين كده ورايقين. انعكاس ده على الناحيه النفسيه للمستثمر وعائد ده على الحاله الاقتصاديه والاستثمار. اتكلمنا في النقطه دي او تطرقنا لها في جوه الحديث واحنا بنتكلم، ان انا باجي اشوف كمستثمر، باجي بدرس السوق اللي انا موجود فيه قبل ما اخد اي خطوه او اي قرار. يعني انا ما ينفعش انزل براس مال او باجراءات او باي حاجه كمستثمر اجنبي في اي دوله او في اي مكان وبعدين ابتدي اشوف انا هعمل ايه او ايه حال البلد او الدوله. اول خطوه باخدها ببص، واحتمال كبير كمان ان يكون احنا بنستهدف المستثمر اللي بالفعل موجود داخل السوق هو مدرك للابعاد. ممكن يعني كان في مثلا مستثمرين بينموا استثماراتهم في مجالات السياحه في عز الثوره وفي عز الاماكن وبيشتروا ترخيص شركات سياحه لانه مدرك لامس الواقع. ممكن يكون مستثمر اجنبي بس هو بالفعل متواجد. انا دلوقتي بستهدف الشخص اللي ما يعرفش حاجه عن مصر خالص او ما يعرفش اي او ملوش اي استثمارات داخليه جوه. فالانطباع الاول بالنسبه له اللي بيشوف مسار انتخابي، فتره رئاسيه خلصت، في انتخابات جايه، الناس نازله تنتخب، فانا عندي استقرار سياسي في الدوله دي، يعني انا غير معرض ان انا يكون عندي الناس بتقول رايها، الناس بتنزل تنتخب، فانا يعني غير معرض يعني ان انا موجود عند الناس مستقر. انا غير معرض ان انا اصل الشرق الاوسط دلوقتي بقى على كف عفريت زي ما بيقول. دوله كانت اقتصاديا كبيره زي سوريا وزي موجوده فجاه ثوره بقت بودره. فلا في على الاقل في اتفاق، في على الاقل لو في ناس معارضين هو نازل يقول رايه. يعني انا لو حد دلوقتي نزل انتخب، يعني لو حضرتك نزلت انتخبت وانا نزلت انتخب وانتخبت حد غير رئيس السيسي، في حد واقف عندي على الصندوق واحنا جوه الموضوع، في حد واقف يقول لي انت في عندك مشكله، صوتك حتى انزل نزلت شاركت وقلت رايك. مظبوط. قلت رايك، اعترضت، قلت عرفتوا بقى ليه لازم تنزلوا. المستثمر بيتفرج عليكم، والله العظيم المستثمر بيقول لك ايه ده، الناس دي نزلت، دي الناس دي واقفه في الطوابير، اذا فهذه البلد مستقره، مفيش مشكله احط فلوسي هنا. فهمتم ايه هي اهميه المشاركه؟ طبعا انا بتكلم مع خبير اقتصادي، انا مش جايب واحد بيقول اي كلام، انا بتكلم مع خبير اقتصادي فاهم ودارس اللي بيتكلم عليه. المستثمر يا فندم اللي جاي راس المال جبان، يعني الجمله دي مشهوره جدا، راس المال جبان دايما بيخاف يفزع، ايه ده ارهاب، ايه ده بلد مش مستقره، ايه ده الشعب ده مش راضي عن رئيسه، الشعب ده مش راضي عن الحكومه، يبقى ممكن يتقلب، ممكن يعمل ثوره في اي لحظه. لا يا عم، انا ايه اللي يخليني احط فلوسي هنا، شوف لي دولة تانية كده مستقرة والناس قاعدة ايه في المكيفات واروح استثمر فيها، الناس دي استثمارهم مضمون. انما لما المستثمر بيبقى قاعد بيتفرج عليك وهو بيعمل دراسة الجدوى وشايفك وانت واقف في طابور الانتخابات، بيقول اذا الحياة السياسية مستقرة، الامن موجود، المواطن في الشارع، المواطن امن، المواطن واقف بينتخب، احط فلوسي هنا وانا مطمن. صح، مش مهم بتقول ايه، يعني مش مهم هتقول ايه وتختار مين، مش بنوجهك لحاجة معينة. لا انا مش بوجه ناحية اي حد، انت بتنزل بتعمل دور وطن، انزل قول اللي انت محتاجه واللي انت عايزه وموجود، مفيش رقيب على كده. لازم نوضح النقطه دي لان في ترويج لجزء كبير ان احنا ان في توجيه او بيتهموا بعض الاعلاميين اللي عندهم توجيهات او حاجه ان هم بيتكلموا انزل مش مهم انا رايي ايه ولا رايك ايه، انت رايك ايه انزل قوله، انزل ادي رؤيه للعالم ان انت بتنزل تقول رايك. تمام. لا لا، الـ الاعلامي المحترم محايد بعيدا عن رايه، مع احترامي لكل اللي مع اليمين وكل اللي مع الشمال، الإعلامي المحترف هو اللي ماشي في النص، لا له دعوة باليمين ولا له دعوة بالشمال ولا له رأي أساسا، ده الإعلامي المحترف اللي أنا بحترمه بصراحة. لا بحب بتوع اليمين خالص ولا بحب بتوع الشمال، لأن لا دول صح ولا دول صح، الحقيقة تتعرض قدام المواطن، الإيجابيات تتعرض قدام المواطن، السلبيات لازم نعرضها على أجهزة الدولة عشان تصلحها، ده دور الإعلام الحقيقي، يوصل الرسالة من المواطن للحكومة وياخد من الحكومة ويفهم المواطن، ده الإعلامي المحترم. إنما غير كده أنا ما يعني مش مقتنع. هرجع معاك تاني وأسألك سؤال إعلامي اقتصادي. تمام، ما هي علاقة الإعلام بالاقتصاد وكيف يمكن للإعلام أن يؤثر على الاقتصاد، وكيف يمكن لإعلام التطبيل والتقليل أن يدمروا الاقتصاد؟
تمام، نقطة مهمة. يعني سواء اللي بيطبله اللي ولا اللي بيقلله، المبالغة في المعارضة يعني أو في التأييد، يعني اللي مسودها واللي مخليها وردي، إزاي الاتنين دول يقدروا يدمروا الاقتصاد؟ خلينا نتفق إن الإعلام في أي نظام سياسي أو اقتصادي هو ذراع رئيسي، لأن نقطة إحنا ابتدينا بيها حديثنا في النهاية، إحنا مقصرين الدولة أو إحنا زراعين للتنمية الاقتصادية أو لنمو اقتصادي. حد بيعمل أي مؤسسة في الدنيا، يعني أي مؤسسة في الدنيا لازم يكون عندها القسم الإعلامي. أنا بشتغل وبعمل نتائج وبشتغل على الأرض وبحقق نتائج، ومش كمان مش مطالب إن أنا أفهم الناس إن أنا كمان أنا بعمل إيه، لأن الأمور الضغط اللي موجود عليا كبير جدا طبعا، وعندي رؤى كبيره للمستقبل وحاجات لازم افضل دايما مركز في شيء معين في الانجاز، وفي جزء منها لازم يفضل خفي في الانجاز كمان بالظبط. يعني مثلا احنا لما نيجي نتكلم نقول الناس كتير بتعترض على انشاء الطرق والكباري، يعني احنا مثلا في انشاء وتطوير في السنين القليله اللي فاتت أسفلت حوالي 7000 سخيف اللي بنسمعه كيلومتر. طب ايه ده هناكل اسفلت، طب ايه لازمه الكوبري، طب ايه لازمه العمل، لا اقول لك انا ايه لازمه الكوبري. انت بتتكلم عن تنميه اقتصاديه تمام، انا جيت عملت لك مشروع في سيناء او في اي مكان، طبعا مش هنتطرق لتوفير الوقت والنقل اللي هينعكس على المواد الغذائيه وعلى النقل البضائع وعلى كل شيء اللي في النهايه هيعود عليك برضو ان التكلفه عليه اقل، لو هو مش عايز يشوف ده اساسا. احنا هنروح لحاجه مهمه جدا، ان انت لما كنت بتيجي المواد البتروليه بتغلى كنت بتيجي تقول هي الحاجه بتغلى ليه، لا لازم تفهم ان في مسافه طويله، ان في نقل مساحات كبيره، ففي النهايه ده انعكس عليك في البدايه. صحيح. فلما هيكون في الطريق الدولي الجديد اللي بيوديك لمطروح مثلا في ساعه ونص او في ساعتين، وفر البضاعه اللي جايه لك من هناك رخصت، حتى رغم يعني انا بستورد المواد البتروليه، فما قداميش حل غير ان انا اغليها، لان خلاص بقى عبء كبير على الدعم فيها على الدوله. فالقدره هنا ان انا ازاي عندي حلول بديله. ايه الحلول البديله؟ ممكن انا وقت ما كنت بعمل كده انت مش شايف، او الحكومه هي قصدها كده، او الاداره المصريه قصدها كده، بس انا مشكلتي ان انا مش عارف اوصل للناس، مش عارف افهمهم إيه انا فايده ده ايه. يعني ده جانب. الجانب الثاني، انا لو انا عايز اعمل تنميه في سيناء او في اي مكان، عايز اعمل تنميه في سيناء، لكن انت عمال تعمل ايه انفاق بتوصل لشرق القناه بغربها، انفاق ايه دخله ده ايه بالناس اللي مثلا عايزه تاكل او لا؟ ما هو بعد ما كان بيقف في المعديه حضرتك يستناك ساعتين عشان يستنى دوره يعدي الناحيه الثانيه، وكل ده انت بتشيله، كل ده في النهايه انت بتشيله. ازاي المنطقه دي منعزله عن باقي المنطقة؟ يعني ازاي انا مثلا نفس انا هدي حياتك موبايل واقول لك انت موجود في الصحراء ولا معاك انترنت ولا معاك شبكه ومعاك موبايل احدث موبايل نزل، لازم اوصل لك اللي تقدر تحصل بيه على الخدمات وتستخدم بيه الموبايل اللي موجود معاك. صحيح. والا ملوش لازمه بالظبط. فدور الاعلام مهم جدا في التنميه الاقتصاديه، لان انا ممكن اكون انت حياتك بتعمل حاجه صح جدا، وانا بعدم فهم بعطلك، سواء بمعارضه او سواء بتدخل او سواء بتخريب او سواء بحاجات كتير جدا. فانا لازم الناس تبقى دايما، احنا عشان يعني عندنا قدره معينه او علم معين في فهم امور معينه، لازم ابدا اوضحها للناس بشكل مبسط، لان ممكن يكون الشخص اللي بيطبق ما عندوش القدره ولا الملكه ولا القدره انه يقدر زي حضرتك تطلع تكلم الناس بوجه بشوش بكلام بتفسر عندك معلومات كتير، لانك انت يعني ممكن هو يكون ملم بجزء معين. يعني انا بشتغل في كباري او في طرق علشان دي هتوصلني بسيناء بسرعه، هو مش فاهم، هو مش مدرك لابعاد الاقتصاديه بتاعه النقل والمواد الغذائيه والحاجات. فحضرتك دلوقتي قاعد موجود ملم على الاحداث في المطبخ زي ما بيقول، فتقدر تربط الحدث ده بالحدث ده بالحدث ده وتفهم المواطن في النهايه معلومه تكون مفيده ليه. يعني انا اتمنى ان احنا نتمتع بالوعي، واللي ما يتمتعش بالوعي بدل ما يطلق الطاقه السلبيه يسال، اسال عشان تفهم. انا هشرح لكم اهميه الطرق والكباري في كلمتين. تخيل في الطريق الدائري ولا في اي طريق اتعمل منه نازله، بس نازله المواطنين كسروا السور بتاع الطريق وعملوا نازلة، انتوا عارفين ان النازلة دي اللي هتخلي توك توك يطلع طريق وتوك توك ينزل منه هيرفع تمن الارض في المنطقة دي قد ايه؟ النازلة دي بس عارفين هيتعمل حواليها كم الف عمارة وكم الف بيت، كم واحد هيسكن الحتة دي عشان الفتحة الصغيرة اللي بيعدوا منها وهم بينطوا السور منها، ولا فتحة قد كده بس عارفين انها في ثانية تعمل منطقة سكنية. طول ما في طرق، طول ما في تعمير، طول ما في استثمار، طول ما في حاجات كتير قوي. اللي ما تعرفوش بدل ما تطلقوا الطاقة السلبية اسألوا وفهموا. أتمنى وبضم صوت أستاذ كريم بهناسي من الإعلاميين، ما تطبلش يا حبيبي، فهم الناس، فك كده، فك
كل الإجراءات وكل القرارات اللي بتاخدها الدولة قدام الناس، فاهمهم أنا ليه عومت العملة، أنا ليه باخد قرار اقتصادي صعب، أنا ليه برفع سعر سلعة معينة، إيه الفايدة اللي هتعود عليك. طول ما تفهمه كل ما المواطن هتلاقيه عن قناعة بيضم صوته لصوت اللي جنبه، وبنبقى بلوك، بنبقى دولة بتتحرك كلها في اتجاه واحد، قيادة سياسية، حكومة، شعب، كلنا طالعين لقدامه. ده دور الإعلام الحقيقي. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي العزيز الأستاذ كريم بهناسي الخبير الاقتصادي على هذه الإيضاحات. بتمنى إن احنا نكون فهمنا برضو المواطن المصري أهمية التنمية المستدامة وأهمية القرارات الاقتصادية الصعبة اللي أخذناها في الفترة اللي فاتت. شكرا جدا. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم على مدار الساعة لتغطية الانتخابات الرئاسية 2018. كل التهنئة وألف مبروك للشعب المصري هذا العرس الديمقراطي. لسه زميلي طه اليوسفي هيستكمل مع حضراتكم، وأنا شرفت بتقديم الجزء الأول والثاني من تغطية النهاردة. طه اليوسفي طبعا من زملائنا المتميزين جدا، وعارف ومتأكد أنه هيقدم تغطية متميزة لبقية اليوم. لكم كل التحية وكل الشكر لفريق مصر الزراعية اللي بذل مجهود أكثر من رائع. كل الناس بصراحة الثلاث أيام دول تعبنا قوي 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 عشان نقدم لكم هذه التغطية بهذه الاحترافية. لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.